عمر بدي اشوف السيد مدحت اذا بتريد. طيب تفضل. طيب خد هدول وروح. بسيطة. تفضل. يا بيك الضابط عمر بده يشوفك. خير إن شاء الله. زيارتين باليوم؟ شو السبب هالمرة؟ لا تواخذنا عم نزعجك، بس تذكرت شغلات تانية. بس للأسف ما بقدر، كنت طالع مستعجل. على فكرة معي إذن من النيابة، يعني فيني امنعك تطلع. ما زال عرفنا مين اللي عاملها، صار لازم ارجع على بيتي اريح لي. الهروب يضيق لي خلقي. لا تواخذيني، تقلنا عليكم بعرف. ميرنا لا تتضايقي. زينب اكيد متضايقة من حبسة البيت، واضح. لو كانت بتقصد الحكي اللي عم تقوله ما كانت قالت. ايوه مين؟ فهمت. شوفي الشرطة اجت على البيت. لا وشو السبب يا ترى؟ ما بعرف. اجى ضابط على البيت وطلب يقابل السيد مدحت. احتمال اجوا مشان قصة القبر. انا سابقتكم على البيت شوفوا القصة. وانتو؟ نزلنا على اليمين. تعي ميرنا ننزل سبقينا ونتحاكى بعدين. انتبهوا لا تخلي حدا يشوفك. ماشي يلا. معقول اجوا مشان شغلة امبارح؟ بركي حدا سمع صوت القواس وخبر الشرطة؟ ما بعرف. تعي وليش أمر التفتيش هذا؟ خبرني شو عامل؟ اليوم كذبت علي مدحت بيك. قلت لي ما بتعرف طارق الباشا، بس أنت رحت لعنده طلبت تفتح قبر ابنك بالتبني. لكان هذا هو طارق الباشا. بس يا ترى أنا لازم أعرف كل موظف بيحتاج إني أقدم له طلب؟ حضرتك بتحب تشرب شيء؟ يسلم، ما بدي. طيب. تفضل عم بسمعك. ليش طالبت بفتح قبر ابنك يا مدحت بيك؟ عمو مدحت؟ تعي زينب تعي لعندي. رحتي ودعتي رفقاتك؟ ايه ودعتهم واجيت. الضابط عمر جيلان، زينب سنمار. تشرفنا. انا بعرفك انسي زينب. والله؟ السيد عمر محضر حاله منيح وجاي. شو القصة؟ سألت مدحت بيك ليش طالب بفتح قبر ابنه خليل طوله؟ انتو موقعين على الطلب، مشان هيك سؤالي لاتنيناتكم. لوين اجينا؟ مو كنتي حابة تعملي شوبين؟ يلا لشو؟ تعي انت بتشتري وانا بحلق شعري.
الشكل. نعيما حياتي. عجبتك؟ كتير. ميرنا لا تتلبكي. شوفي اجتنا من السما نتمشى شوي لوحدنا. عفوا اسفة كتير، لا تؤاخذني. صار لك شي؟ عم تتوجع كتير؟ خلص انا منيح. تعي نفوت على هالمحل نشتري تليفون. مو ضروري خليل، بلا بعزقة. لا ضروري، بلكي تعطي مني شي مره.